كلنا بنحب الأستاذ حسن حسني اللي ربانا وعلمنا الشغلانة. على خشبة المسرح الذي أحبه وقف وسط زملائه من الفنانين والفنانات ونجوم الكوميديا الذي ساهم في نجاحهم ونجوميتهم، جاءوا جميعا ليشاركوا لحظة تكريمي في مهرجان المهن التمثيلية في ليلة سميت ليلة في حب حسن حسني. كأنك بتقابل الفنان بآخر مشوار طويل ده وتديله وردة، بس وردة مفتحة شوية، هو ده التكريم. أعلى إفيه كان في الليمبي الكمانجة دي، احنا كناش ماسكين نفسنا، يعني هو عمال يغزني بالكمانجة في رقبتي، هو عمال يقول له انت يا وصلت للغزة يا عم بخ، وصلت للغزة يا عم بخ يا عم بخ بلغة بقى. التكريم استعرض مشوار حياة الفنان حسن حسني المولود عام 31 منذ بدايته في الستينيات على المسرح العسكري ومشاركته في بطولة ما يزيد عن 500 عمل فني على المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والإذاعية. قدم للسينما المصرية والمسرح المصري أجيال أصبحوا هم نجوم الصف الأول. الآن كان جواز سفر لمرور أي شاب عشان يصعد إلى يعني مكانه في النجومية وفي البطولة. جوكر في الدراما العربية، مقنع جدا بكل شيء بيقدمه سواء تراجيديا أو كوميديا أو أي نوع من أنواع الدراما. أنا بدأت حياتي قدامه والنهاردة أنا بشارك في تكريمه كوكيل للنقابة. تكريم ليس الأول من نوعه للفنان حسن حسني الذي حاز العديد من الجوائز عن أعماله الفنية، غير أن التكريم هذه المرة عن مشوار فني أثرى من خلاله الفن المصري والعربي، عكس أهمية وفرحة تكريم الفنان في حياته. رند أبو العزم، العربية، القاهرة.